هنعمل الفطيره التركي بشاورما الفراخ. اه مكونات الشاورما: صدور فراخ متقطعه رفيع، زبادي. دي مكونات كل الشاورمات العادي، شاورما الفراخ العاديه ولا لا؟ هي دي شاورما الفراخ التركي. اوكي، الطريقه التركي. ماشي. بحط معاها زبادي، فنجان خل، نص فنجان صغير خل، زعتر، جنزبيل، كاري، سماء، ثوم مفروم، وملح. اوكي، هجيب لك بوله بقى نخلط الخلطه دي. دي تتبيله الشاورما الاول، نتبلها الاول. طب ايه رايك هاتي احطهم لك انا على بعض؟ أوكي. وانتي اشتغلي في العجينه. اوكي، انا احب اساعد اصلا. ميرسي. على ايه؟ العجينه هاتي اظبط لك العجنه. اوكي، شفتي كل حاجه هنا تلاقيها جاهزه. العجينه عباره عن 3 كوبات دي، عليهم خميره، لبن بودر، زبده، يعني نص معلقه صغيره ملح، وميه للعجن. الميه هنا ممكن يعني حسب ما بتاخد. طالق انا صفار البيت، بس انا هحط معايا رشه سماق.